استر استر يا اللي بتستر معاك لحد كفايه. امك هي اللي مبهدلاني فيك وسط. تفضل ابطالك ورجع فيك جهنم. يلا لا وانت لو قفلت الباب ممكن يطلع من ده عشان يرتاح. طب استنى بقى، ادي اللي قبلك كل اللي معاك. كل حاجة كل حاجة. يا عيني ده اتصدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا تحدي أكواب الحظ الجامد. قبل أي حاجة انزل حط اللايك وياريت تشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. ويلا نبدأ التحدي، بس المرة دي هنبدأ من الكبير للصغير. ماشي. النهاردة معانا تحدي جديد، هو تحدي أكواب الحظ الغامضة. معانا فلوس وهدايا وشوكولاتات وحلويات وحاجات حلوة كتير، وفي معانا بوكس مليان حلويات مليان حلويات كتير. كسبان هياخد منه حاجات حلوة. نبدأ بقى. مين اللي هيبدا؟ انا. بسم الله. اختار. انا طلع لي 100 جنيه. اولا قلت ايه؟ هتقولي عليا ولا ايه؟ كده انا طلع لي 100 جنيه. يلا. انت يلا عليك الدور. مش حلو بس الحمد لله. الحمد لله. كسبت 5 جنيه، بس هي طالما قالت الحمد لله بقى اكيد هي هتكسب حاجات تانية حلوة. طب فهد انت كده بقى اللي عليك الدور. 10. فهد كسب 10 جنيه، بس حلو اتعوض بقى. مين انا؟ بص ليه؟ 5 جنيه. حلوة. كده 105. تعالوا اللي هتختاروا يلا. دي مش استنى جدا. ورا. ادي اللي بعدك حاجة واحدة من اللي معاك. انت كسبت ايه؟ مين اللي بعدك؟ فهد. دي ب5 جنيه. 10. بعد كده بقى 15 جنيه. كده فهد معاه 15 جنيه. انت ما لكش حاجة. يلا كده مين اللي عليه الدور؟ فهد. يلا يا فهد اختار واحدة. 5 جنيه. فهد كسب 5 جنيه. ماشي 20 كده انت معاك 20. حط دي بقى في الكوباية بتاعتك. انا اللي عليا. دي على طول بصلي في الحاجة بتاعتي. 200 جنيه. انا كسبت 200 جنيه. كده معاك 205. فهد معاه 20 وانت مالكيش ولا حاجة، بس هتكسب ان شاء الله. روان كسبت زي 200 جنيه. روان كسبت 200 جنيه. كده انت شفتي بقى عشان قلت بسم الله الرحمن الرحيم كسبت 200 جنيه. مين اللي عليك الدور انت؟ ماشي. هتقول ايه؟ الله أكبر عليك. كده فهد كسب 50 جنيه. أتمنى تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة عشان نشوفوا كل جديد. مين بقى تاني؟ أنا؟ ماشي. اختاري. أي حاجة. استر. استر يا اللي بتستر. ادي اللي معاك لحد انت تختاره. انت مالك انت مالكش دعوه. طب عشان بس ايه ما حدش يزعل انا هعمل حاجه حلوه. لا انا هربط على حاجه عشان بس ما حدش يزعل. مين انت معاك كام؟ لا فهد معاه 70 جنيه وانت معاك 200. كده المفروض انت تاخد الفلوس بتاعتي. شكرا. العفو.
كده فهد معاها 375. مبروك عليك يا فهد. انا كده معيش حاجه وروان معاها 200 جنيه وفهد معاها 375. مين اللي عليه الدور؟ روان. يلا بتاع هو ليه كله بيختار من بعيد؟ مفيش حد بيختار من قريب ليه؟ خير 10 جنيه روان كسبت 10 جنيه ومعاها 200 يبقى كده 210. يلا يا فود هاتي لي خمسة. فهد 275 كده بقى معاه 280 وانا معيش اي حاجة. مش انت لما معاكش حاجة احسن بيبقى معاك حاجة وحشة؟ اه بس اللي انتوا معاكم مش وحش. 150 جنيه حظي حلو انا كده معايا 150 جنيه اقل واحد فيهم برضه بس مش مهم. يلا مين اللي بعده؟ انت. يلا بسم الله كسبت شوكولاتة حلو كسبت شوكولاتة. طب 100 جنيه فهد معاه 100 جنيه كده معاه 480 جنيه 400 ولا 600 احنا نعد في الاخر. ادي حاجة للي بعدك انت تختارها. لا اله الا الله انت اللي حاطه الكلام ده وانت اللي مخسره. اللي بعدك اللي بعدك مين؟ هي 50 جنيه ما فيش غيرها انت؟ اه انا اللي ماشي يلا مش مهم. بسم الله الله اكبر تعالي لي خد حاجة تعجبك من اللي بعدك بعد بتاعك ما تصليش. هو ما عمش إلا فلوس بس مش كلها معاك مش كلها. انت اللي تنقي خلاص مش مهم انت حط انت ايه عايزة تلم الفلوس كلها من العيلة. مين اللي عليه الدور؟ فهد. يلا يا فودة بسم الله يا فودة بسم الله. الله أكبر. خد لك حاجتين من الصندوق. أنا طبعا معانا صندوق مليان شوكولاتات وحاجات حلوة. الصندوق حاجة هنا عشان توري أصحابك وأنت بتاخد الحاجة. قوم بقى أقف جنبك كده خد الحاجة اللي أنت عايزها دور عليها وخدها. في بيضة في حاجات حلوة تاخد دي خد واحدة كمان. كده فرد خد بيتزا وبيضاية بيضاية كبيرة. أنا بقول بسم الله هاخد بقى من قدامي. مارشميلو انا كسبت مارشميلو حلو برضه انا مش هاكله بس انا خفت شغال احسن من مفيش. يلا روان انت اللي عليك الدور. خد حاجة تعجبك من اللي قبلك. من اللي قبلي هو بس مش هضحك عليك قوي. 5 جنيه 5 جنيه روان مش هتتك عليه قوي وراحت واخده منه 5 جنيه كده. مين اللي عليه؟ يلا اختار يا فهد. هتقول ايه؟ خد حاجة من الصندوق. خد حاجة من الصندوق كده فهد النهاردة أحسن حظ لحد دلوقتي كده فهد أحسن حظ. بيضة برضو كده فهد خد بيضة وانا اللي عليا الدور. يلا نبتدي بقى من اول وجديد.
انا مش عارف انت مالك ومالك، كسبت 100 جنيه كده انا حلو برضه مش وحش الحمد لله. يلا 200 جنيه كده انا معاك. كسبت 200 جنيه خلاص، احنا بقى نرد في الاخر كده روان معاها 200 جنيه ويعتبر هما الاثنين احسن حظ وانا ميت خالص. يلا يا فندم انت اللي تختار. هتقول ايه؟ بيتزا؟ فهد كسب بيتزا تاني برضه، معاه بيتزا تاني، فهد بيحب البيتزا اصلا. كده كتير. لا والله العظيم انت اللي عامله فيا كل ده. لا كده حلو، خد لك حاجة من الصندوق. أول حاجة أول حاجة حلوة إيه؟ لا مش هطلب التحدي، هاخد حاجة من الصندوق. أنا بما إن أنا بحب الوافل فأنا هاخد دي قريبة من الوافل. أنت ما بتكسبيش، أنا هاخد دي ما تبصليش. إيه؟ يلا روح. إن شاء الله يجيلك حاجة تجيلك. لا أنا مفيش حاجة بقى خلاص، كده كفاية بقى كده. روان اللي عليها الدور. يلا روان مية جنيه. روان معاها 100 جنيه كمان، حظهم احسن مني بكتير. ادي اللي قبلك كل اللي معاك. معايا كل حاجه. طب بص كل اللي معاك. انت بقى انت مش حاجه واحده، انت ونصيبك بقى انت اللي ترضي بيه. اخد حاجه واحده. اختاري حاجه واحده. انت معاك كده روان اختارت بيتزا من اللي معاه عشان هو معاه 2 بيتزا وما رضيتش تاخد كل اللي معاه ولا الفلوس ولا الحاجه الحلوه، بس اختارت بيتزا واحده بس. ماشي خلاص فهد اللي عليه الدور. بسم الله. وده دي اسمها ايه دي؟ مارشميلو. فهد كسب مارشميلو شكلها حلو. بعد كده تديني حته اختاري ايه؟ ما تبصيش انت معاك كتير وانا طلع لي 100 جنيه. خد حاجتين من الصندوق، خد حاجتين من الصندوق. واتمنى ان انتوا تضغطوا لايك وتشتركوا في القناه عشان تشوفوا كل جديد. يلا يا روان، روان هتختار حاجتين من الصندوق. حاجة هتاخد بيضة. حاجة ايه ده؟ معجون شوكولاتة؟ معجون شوكولاتة بس ده بيتاكل. ماشي هو بيتاكل. يلا مين اللي عليه الدور؟ فهد. هتقول ايه؟ حظك وحش طلعت فاضي. حظك وحش. يلا انا اللي عليا الدور. 5 جنيه. انت مالك فرحانه كده ليه؟ انا طلع لي 5 جنيه. مين اللي عليه الدور؟ يلا اختار. فاضيه. روان فاضيه. حظك برضه ما انت واخده فلوس قد كده. يلا يا فوضى انت اللي عليك الدور. فاضي فاضي برضه. الله اكبر كده انت فاضي. 2 فاضيين كده. انت 2 فاضيين وانا واحده. كده 2 فاضيين وانت واحده. ماشي انا اللي على الدور. ما بصيش. طيب 5 جنيه برضه. 5 جنيه برضه. اه بيضه. بيضه روان معاها النهارده كم بيضه؟ معاك بيضتين كده. روان معاها بيضة كبيرة وبيضة صغيرة. يلا يا فول قول بسم الله. بسم الله.
بيضة. برضو بيضة. فهد معاه بيضة كبيرة. معايا اتنين صغيرين وواحدة كبيرة. كده فهد معاه اتنين صغيرين وواحدة كبيرة. اعتبر كده فهد أكتر حظ. كده أنا اللي على الدور. فاضية برضو. ممكن عليك. 200 جنيه. عادي عادي كده. روان كسبت 200 جنيه ويعتبر قريبة من فهد في الفلوس. اخر واحدة فهد. اخر واحدة فهد. كده النهاردة التحدي بتاعنا خلص، بس هنشوف مين احسن حظ دلوقتي. كله طلع بقى فلوسه وكله طلع حاجة. كده روان معانا 600 700 800 850 860 865، ومعاها الفلوس. كده يعتبر روان احسن حظ النهارده في التحدي، وفهد تاني واحد احسن حظ في التحدي، وانا تالت واحد. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش تضغطوا لايك وتشتركوا في القناه عشان تشوفوا كمان. مع السلامه. مع السلامه.